تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى أبد الدهور آمين. اليوم الخميس الماضي كان هنالك يوم دراسي عن المناهج المدرسية، واستنتجنا إنه في كثير من المناهج الدراسية في البلاد العربية لا يوجد أي ذكر للتاريخ المسيحي، حتى 100 سنة قبل الميلاد غير مذكورة، حتى القرن السابع بعد الميلاد. ولفت أحد الكهنة أيضا النظر إلى الأغلاط الكثيرة الموجودة في كتب التاريخ المدرسي عن المسيحية بشكل عام وعن الكنيسة الكاثوليكية بشكل خصوصي. الآن كما تعودنا نستمر في التأمل معا في الإنجيل المقدس، طبعا بين يدي أيضا النص اليوناني الأصلي، إنجيل لوقا الفصل الأول آية 8. وبينما زكريا يقوم بالخدمة الكهنوتية، زكريا زخار يه يعني يهوى يذكر، الله تذكر، هو اختصار يهوى، ولكن في كل العهد الجديد لا نجد كلمة يهوى. لماذا لا نجد كلمة يهوى؟ لأنه فيها مرتين حرف الهاء، وفي اللغة اليونانية أساسا فيش حرف هاء بالمرة، في اللغة اليونانية لا يوجد حرف الهاء، وبقول حتى خصوصا في وسط الكلمة وآخرها، يعني مثلا هللويا منلاقي باليوناني بس ألف، لأنه لا يوجد حرف الهاء. إذن يعني اسمه على جسمه، الله سيذكره، الله سيعطي نسل، إذن اسمه زكريا. أمام الله في دور فرقته ألقيت القرعة جريا على سنة الكهنوت. قلنا إنه كان في 24 فرقة كهنوتية، وطبعا كان يجب أن يسكنوا قريبا من المدينة المقدسة، مثلا التقليد قلنا أنه عين كارم. فأصابته أن يدخل مقدس الرب ويبخر أو يحرق البخور، وكانت جماعة الشعب كلها تصلي في الخارج عند إحراق البخور. فظهر له ملك الرب قائما من يمين مذبح البخور، فاضطرب زكريا حين رآه واستولى عليه الخوف. نرحب بالأخت. استولى عليه الخوف فقال له الملك لا تخف. يبدو أنه في الكتاب المقدس عبارة لا تخف أو لا تخافوا ترد 365 مرة، هيك سمعت مرة، يعني كل يوم من أيام السنة ما عدا السنوات الكبيس ربنا شوف قلنا لا تخف يا زكريا، فقد سمع دعاؤك، وستلد امرأتك إليصابات ابنا فسميه يوحنا، أو باليوناني تسميه أنت يوحنا. يوحنا يعني يو حنان، الرب حنان، أو الرب حنان يعني الرب عطوف. وسيلقى فرحا وابتهاجا ويفرح بمولده أناس كثيرون. إذا هذا يوحنا المعمدان، طيب كيف ميلاد المسيح وفي بشر ما بيحتفلوش بعيد ميلاد المسيح؟ مع أنه إيه سؤال الملك، شو ماذا سيقول ملك لرعاة بيت سحور؟ هإني أبشركم بفرح عظيم يعم الشعب كله. إذن يجب أن نفرح. طبعا هنا يأتي الاعتراض، طيب المسيح لم يأمرنا
أن نحتفل بعيد ميلاده. في واحد منكم بأمر أهل بيته بقول لهم رح أقطع رأسكم إذا ما بتحتفلوا بعيد ميلادي. عندما توجد محبة ليس الإنسان بحاجة إلى أمر، لأنه سيكون عظيما أمام الرب، سيكون عظيما أمام الرب. في اليوناني إنوبيون كيريو أو إنوبيون تو كيريو، فش أمام يهوى. الكلمة اليونانية كيريوس، الرب كيري إليسو. الآن الفرق بين، هو نفس الملك جبرائيل يبشر من جهة زكريا ويبشر سيدتنا مريم العذراء. لزكريا شو بيقول له الملك؟ ابنك سيكون عظيما وين؟ أمام مين؟ أمام الرب. أمام الرب يعني أمام الله، بس كمان معناها أمام المسيح الرب الذي سيولد، بما أنه يوحنا المعمدان هو سابق الرب باليوناني بروذروموس. بروذروموس يعني اللي بيركض أمام. إذا بتتذكروا البشرة لسيدتنا مريم العذراء عندكم في الناصرة هناك، شو قالها جبرائيل نفسه للسيدة العذراء عن ابنها؟ سيكون عظيما بالمطلق. إذن يوحنا سيكون عظيما كيف؟ أمام الرب. ويسوع سيكون عظيما في صيغة المطلق. ماذا نستنتج؟ إنه يسوع هو الرب. بعيدها، يوحنا سيكون عظيما وين؟ أمام الرب. يسوع سيكون عظيما. إذن يسوع هو الرب. بعدين يقول ولا يشرب خمرا ولا مسكرا. الكلمة اليونانية انتبهت عليها، مأخوذة من الآرامي، سيكيرا من الآرامي أو حتى من العبري. يعني هاي الكلمات تنتقل من لغة إلى لغة. لا يشرب خمرا ولا مسكرا. بدنا نوقف هون في شرحنا اليوم. عند اليهود هذا بسموه نذير. نذير من نذر أو نذر، يعني النذر، يعني المنذور لربه، الطفل المنذور لربه، الولد يعني، ما مش فيش كلام عن البنات، يدعى نذير. هلأ في العبرية الحديثة لما بقول لك راهب بقولوا نذير. نذير يعني راهب، يعني الذي يقوم بنذور للرب. شو هي النذور هاي؟ العفة الكاملة، الطاعة الطوعية، والفقر الاختياري. شو قصة لا يشرب خمرا ولا مسكرا؟ إذا بتتذكروا في التاريخ القديم شمشوم كان نذير منذور، يعني مين كمان؟ صموئيل كان منذور. إحدى الأوجه لهذا النذر لا يشرب خمرا، ومن جهة أخرى لا يعلو رأسه موسى. موسى يعني الموس، يعني برب شعره. عشان هيك في عنا في الكنيسة الأرثوذكسية الخوارنة بشكل عام، خصوصا الخوارنة العزابيين والمطارنة، بنلاقيهم انه بربوا شعرهم مش عشان يتحالوا بهالشعر، بل لانه النذير المنذور ما كانش يعلو رأسه الموس. ايوه. وفي نفس الوقت لم يكن يشرب خمرا ولا مسكرا. طبعا الكاهن المسيحي غصبا عنه بده يشرب خمر على القليله للقداس. ليش؟ لانه المسيح اخذ خمرا، مش اخذ كوكاكولا ولا اخذ عصير عنب غير مخمر.
أقف زي ما قلت عند هذه المسألة، لأنه عنا سواء في العالم الإسلامي أو عند بدع انشقت عن الفئات البروتستانتية الرسمية لا يشربون الخمر بتاتا. أولا الكنيسة تمنع السكر، يعني مسموح الشرب ولكن ليس السكر، دائما مسموح الأكل، ممنوعة بعيدا منكم الشراهب. عند الشعب اليهودي على الأقل ثلاث فئات ما كانوش يشربوا خمر، عندكم فكرة مين هم؟ المنظورين، هذول الكهنة، الكهنة اليهود ما كانوش يشربوا خمر، وفي فئة ثالثة اسمهم الركابيون. الركابيون هذول مذكورين في سفر إرميا فصل 35 آية 1 وتابع. الركابيون هذول كانوا جماعة، واحد اسمه يوناداب، يوناداب يعني الله يعطي بسخاء، أي معنى يوناداب؟ يوناداب بن ريكاب. هذول عاشوا على زمان داود الملك وأبل، رفضوا أن يسكنوا في بيوت من حجر وأن يشربوا الخمر. لماذا؟ يقول لك الله ليس عنده بيت. إذا الله فيش إله بيت، لسه الهيكل ما كانش مبني. على فكرة كلمة بيت يعني الهيكل، بيت جالة، بيت سحور، بيت أمر، بيت، كل محل فيه يبدأ في بيت معناه أساسه إيش كان؟ هيكل، مذبح أو معبد. إذا الله ما فيش إله بيت وإحنا بدنا نسكن ببيوت، لا إحنا سنسكن تحت الخيام. الله ما فيش إله بيت وإحنا نفرح، لأنه شرب الخمر دليل على إيش؟ على الفرح. لا، لن نسكن بيوتا ولن نشرب خمرا إلا إمتى؟ بعد ما يصير في بيت لربنا. هذول هم الركابيون. إذا بنطلع كمان في التاريخ، إذا بتطلع على شرق الأردن مدينة البتراء، البتراء اللي كان سكانها الأنباط أو النبطيون، هذول كمان كانوا يمتنعون من شرب الخمر. كان نعم، ولكن وقت الحروب خصوصا كانوا يمتنعون. قبل ما يعتنقوا المسيحية كانوا يمتنعون عن شرب الخمر، خصوصا امتى؟ وقت الحروب. يعني في كمان ربط بين عدم شرب الخمر والحرب. لما جنود بدهم يحاربوا اكيد مش افضل فكرة انه يشرب. طبعا هاي مناسبة حتى أني حديثي، أنه نقول أنه السيد المسيح زي ما بيكتب أبونا يعقوب سعادة في كتابه الجواب من الكتاب، المسيح شرب الخمر والمسيح سقى الناس خمرا. وين سقى الناس خمرا؟ في عرس قانا الجليل، حول الماء إلى خمر. مع الأسف في عنا حركات طبعا أساسها بريطاني ثم أمريكي، بيقولوا انه المسيح لم يحول الماء الى خمر، بل الى عصير عنب غير مخمر. عصير عنب غير، ليش ما قالوا بالمره كوكاكولا مثلا؟ هلا شو الاثبات انه المسيح حول الماء الى خمر مش الى عصير عنب، مجرد عصير عنب غير مخمر؟ اولا مجرد كلمة عرس في اللغة الآرامية، شو هي عرس باللغة الآرامية؟ غاموس باليوناني، بس بالآرامي مشتيثة. مشتيثة شو يعني مشتيثة؟ شرب. إذن بدال ما يقولوا في عرس شو كانوا يقولوا؟ في شرب. فإيش كانوا يشربوا؟ سبرايت دايت كانوا. إذن نفس كلمة عرس شو كانت؟ شرب، مشتيثة.
هلا في الجليل مثلا لما في بعيد هون جنازة أو حضور جناز، شو بقول لك؟ في أجر، في إيش؟ أجر لدار فلان. يعني إنه اللي بروح هناك إيش؟ بيكسب أجر. إحنا عن العرس شو منقول كمان؟ فرح، في فرح، خصوصا باللهجة المصرية في فرح. شو يعني فرح؟ يعني عرس أو بفرحتك، فرحتك يعني بعرسك. إذا مجرد كلمة، عيد لفظة مجرد، نفس كلمة عرس هي إيش؟ مشتيثة. مشتيثة يعني شرب، ويعني شرب إيش؟ شرب الخمر، ولكن طبعا باعتدال. هلأ شو الإثبات إنه المسيح حول ماء إلى خمر؟ على فكرة لما بالآرامي شو منقول خمر؟ خمرة، حمرة، حمرة يعني مخمرة، يعني فيها مش غير مخمرة. أساساً فيش خمر غير مخمرة، زي ما فيش مي مش مي، فيش طاولة مش طاولة، فيش نافذة مش نافذة. يعني في تناقض لما بيقول زي هذاك الكتاب اللي وقع بين إيدي إنه هنالك خمرة غير مخمرة. شو خمرة غير مخمرة؟ خمرة غير مخمرة إيش في هون؟ تناقض، مش معقول. تتذكروا سؤال رئيس وكيل المائدة للعريس لما ذاق الخمر؟ قال له جرت عادة الناس أن يقدموا الخمرة الجيدة، فإذا سكروا يقدم ما كان دونها في الجودة. طيب لو قدم براميل من عصير العنب غير المخمر مش راح يسكر. شايفين؟ جرت عادة الناس أن يقدموا الخمرة الجيدة أولا، فإذا سكروا قدم ما كان دونها في الجودة، لأنه ما حدا وقتها بحس عليه. أما أنت فقد أخرت الخمرة الجيدة إلى الآن. عندنا كمان القديس بولس في رسالته الأولى إلى تيموتاوس وزن فصل 5 آية 23، شو بقول له؟ بقول له لا يكون شربك الماء بعد اليوم، ولكن خذ قليلا من الخمر، مش تروح على كريمزان وتفضي كل البرميل، ولكن خذ قليلا من الخمر من أجل معدتك وأمراضك الكثيرة. إذن الشرب نعم، السكر لا، الشرب للفرح نعم، الشرب للعلاج نعم، وخلينا نقولها إذن على الأقل بالنسبة لهدول المسيحيين اللي بدناش نحكي عن الإسلام بدون مؤاخذة ما لناش فيه، إنما بالنسبة للمسلمين من وين جابوا منع الخمر؟ جابوه من إيش؟ الفكر. أنو فكر؟ الركابي. الركابي. وإيش منلاحظ عند هاي الفئات؟ وهذا الإشي المذهل بس ما حدا منكم منتبه عليه، أتريته نفس الفكر الركابي وهم نفسهم ما معهمش خبر. كل هاي الفئات ما بتشربش خمر عبين ما يعاد بناء، اسمعوني منيح، عبين ما يعاد بناء هيكل سليمان. شايفين وين الخطورة؟ بعرفش إذا انتبهتوا علي، الركابيين ما كانوش يشربوا خمر لأنه الهيكل ما كانش مبني. إخواننا هدول وهم معهمش خبر ماشيين في الخط اليهودي وهم بتوهموا إنهم مسيحيين، بخالفوا المسيح اللي شرب خمر وسقى الناس خمر ولا لا؟ إذا مين ماشيين وهم ما معهمش خبر، وهي أول مرة بحكيها في ندواتي، ماشيين وراء الفكر الركابي
طالما مش مبني هيكل سليمان من جديد احنا المعمدانيين والمتجددين والى اخره ما بنشربش خمر، فمن حيث لا يدرون يتبعون الفكر الركابي. ومع الاسف شو اللي بدي اقوله، انه اعتراضاتهم كلها وين؟ على ضد اشياء من وين؟ من العهد الجديد. هذا اشي مؤسف كمان، واذا حدا منهم بسمعني هلا يا ريت ينتبه على النقطه. ايش معنى زي ما بقولوا في المصري، فيش عندهم اعتراضات لا على موسى ولا على سليمان ولا على ايليا ولا على داود ولا على يشوع بن نون. وين اعتراضاتهم؟ على العذراء والكنيسة والكهنوت والمعمودية والاعتراف. دائما الطعن وين؟ في العهد الجديد. وشكرا لإصغائكم.